السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف قاعدة من أهم القواعد الموجودة في برنامج الإكسل، أو دالة من أهم الدوال الموجودة في برنامج الإكسل ومستخدمة كتير، ألا وهي دالة F. تمام، يعني على سبيل المثال عايز أشوف هل الرقم دوت بيساوي الرقم اللي أنا هختاره ولا لأ. يعني هاجي هنا أختار الدالة اللي اسمها F وأقول له أوكي. F بيبقى فيها حاجتين، أول حاجة بديله اللوجيستيك تيست، الحاجه اللي انا عايز اختبرها، ولو صح هيكتب لي ترو، ولو فولس هيكتب لي قيمه اخرى. يعني ممكن اكتب له هنا ترو وهنا فولس. طيب ايه اللوجيكال تيست بتاعي؟ اللوجيكال تيست بتاعي اهوت، هقول له مثلا الخليه دي بتساوي الرقم دوت اللي هو مثلا خلينا 9 8 5 2 1 1. ده اللوجيكال تيست، ده اللي هو هيتأكد منه. لو صح هيكتب ترو، ولو غلط هيكتب فولس او اي قيمة تانية. يعني ممكن تكتب اي قيمة انت عايزها. تمام، هقول له اوكي. قال لي ان القيمة دي خطأ. ليه؟ لان القيمة دي ما بتساويش القيمة دي. طيب لو انا سحبت كده هتلاقي ان كل القيم اتعمل لها الاختبار وتأكد ان القيمه ديت بتساوي الرقم ده ولا لا، لحد ما وصل لاخر قيمه لقاها بتساوي ترو. تمام، يعني ممكن نقول له ايه مثلا كلمه علي، هاجي هنا نعملها تاني واقول له قاعده اف، هل علي اي 2 بتساوي علي. تمام، ده الشرط بتاعي. لو الشرط ده اتحقق اكتب لي كلمة معينة. تمام، طيب علي هحطها بين قوسين بالشكل دوت عشان ايه يعرف ان دي نص. طيب لو هي صح يس، لو هي غلط هيكتب لي نو واقول له اوكي هيكتب لي يس. طيب لما اسحب بيبدأ يفحص الاسامي ديت ويقول لي يس اور نو. طيب دلوقتي اقول له انا عايز اعمل قاعدة اف، فبقول له يساوي اف وافتح قوسين، عايز اديله الشرط بتاعي اهوت اللوجيكال تيست اللي هخليها بقى صم. طبعا صم لازم نبدا نحدد الحاجات اللي احنا عايزينها، وبعد كده هقول له لو دي بتساوي مثلا 500. تمام، طيب ده كده ايه الشرط بتاعي. بعد كده هقول له كومه، لو هي ترو هقول له اكتب لي كلمه ترو. طيب ولو هي غلط هقول له اكتب لي كلمه فولس، وبعد كده اقفل القوس بتاعي ادوس انتر. قال لي انها فولس. ليه؟ لان هي ما بتساويش 500. طب هي بتساوي كام؟ خلينا نجمعهم. اجي هنا واقول له داله سام دول واقول له اوكي، طلع الرقم دوت. تمام، اللي هو 156 الرقم دوت. فهاجي هنا واقول له بدل اللي هي 500 اكتب لي الرقم دوت اللي هو 156 6 8 4 1. فيبدأ يقول لي انها ترو. تمام، فده من ضمن الحاجات اللي تأكد لي على الشغل بتاعي اذا كان صح ولا غلط.